ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تتناول أوجه قصور التجربة الماضية وكيفية إصلاحها وتطويرها على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. وفي الختام نتوجه بالشكر لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي ساندت الاتفاق السياسي الإطاري خاصة الآلية الثلاثية، ونؤكد أن هذه العملية السياسية هي عملية سودانية خالصة تعبر عن إرادة الفاعلين في البلاد. الشكر لجماهير شعبنا العزيز خاصة الشباب والنساء، ونجدد التأكيد على الالتزام الصارم ببلوغ اتفاق نهائي في أسرع فرصة ممكنة.